السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. شرحنا اليوم يخص برنامج اي تو لاب سيم لوك، يعني هذا البرنامج يقوم بفتح الشبكة على السيم لوك. كما تشاهدون هذا ايفون اكس اصداره 14.42 ولا يقوم بتشغيل الشبكة كما ترون معي. الآن عندما سوف أقوم بوضع شريحة الاتصال في الآيفون فهو مغلوق لوك كما تشاهدون. إذن علي الآن أن أقوم بفتح هذا الجهاز. إذن كما ترون سوف أحط الشبكة على الآيفون وسوف ترون ماذا سوف يطلب معي هذا الجهاز. إذن سوف أضع شريحة الاتصال، وكما ترون الايفون يتوجه الى صفحة الهلو عندما اريد تفعيل الجهاز. كما ترون انتظر قليلا. اذا كما ترون سيم نوت فاليد، يعني الشريحة غير متوفرة حاليا لهذا الجهاز، يطلب معي هذه الرسالة. إذا وضعت أي شريحة دائما نفس المشكل، وعندما أقوم بإخراج الشريحة من الهاتف يتفاعل. نتجه إلى الكمبيوتر وسوف نقوم بشرح البرنامج معكم. إذا كما ترون أي شريحة دائما الجهاز يتوجه إلى صفحة الهلو. إذن كما ترون معي هذه هي واجهة البرنامج سيم لوك. ولكن قبل ما نبدأ في شرح هذا البرنامج، إذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لأول مرة لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على الزر الأحمر لكي تشتركوا معي في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم الجديد. نتوجه إلى الموقع الخاص بالبرنامج iTolab سيم لوك. كما ترون هذه هي واجهة البرنامج. البرنامج يدعم من ايفون 5 للايفون اكس ولجميع الاصدارات حتى اصدار 14.7. كما ترون هذه هي مكان التحميل داونلود، تضغط فقط على هذا الخيار هكذا وسوف يوجهك مباشرة الى التحميل كما ترون. اذا كما ترون معي هذه هي الرسالة التي تنبثق معكم عندما تقومون بادخال شريحة الاتصال في الايفون. سيم نوت سبورت يعني غير مدعومة، او سيم نوت فاليد يعني هي نفس الشرح، وهو هنا باللغة الانجليزية وهنا باللغة الفرنسية. اذا اردت ان تتأكد ان جهازك لا يشغل الشبكة سوف تأتي الى الاعدادات وتأتي الى هذا الخيار هنا، واذا وجدت سيم لوك فاعرف ان جهازك غير مدعوم على اي شبكة الاتصال. كما ترون هنا يدعم جميع الشركات الإنجليزية أو الأوروبية عفوا أو الأمريكية، يدعم جميع الشركات. إذن أي جهازك على أي شبكة مغلوق فيمكن لهذا البرنامج أن يفتح لك الشبكة. كما ترون هذه جميع الشركات، فودافون، الشركات المعروفة، تي موبيل، جميع الشركات المعروفة، فيمكن لهذا البرنامج أن يفتح لك الشبكة. إذا الخطوات الأولى وهو أن تضع يكون الجهاز على وضع المقفول، يعني تضع شبكة الاتصال كارت الاتصال في الايفون لكي يطلب معك الرسالة، وتعمل له جيل بريك. الخطوة الثانية وهو تعمل له جيل بريك، وهنا قم بالضغط على التفعيل وسوف يفعل معك مباشرة. هذه الخطوة سوف اشرحها لكم في الفيديو القادم ان شاء الله لكي لا اطيل عليكم. اذا كما ترون هذه هي واجهة الموقع. اذا نذهب الى البرنامج. كما ترون سوف اقوم بفتحه هكذا، يفتح معي البرنامج.
إذا كما ترون هنا يفتح معي البرنامج على هذه الواجهة. كما قلت لكم عليك أن تقوم بشبك الجهاز وهو مغلق لوك أو ديزاكتيفي. إذا عندما تقوم بشبك الهاتف تضغط على كونتيني هكذا. هنا يطلب منك أن تقوم بعمل جيل بريك. إذا هو يقوم بعمل جيل بريك تلقائي للآيفون. كيف؟ تقوم بإحضار أي يو اس بي أو فلاشة، يعني فلاشة، وتقوم بشبكها لكي تقوم بتمرير الجيل بريك للفلاشة. إذا سوف أقوم بوضع فلاشة. فلاشة يكون عليها 1 جيجا أو 2 جيجا، لا يهم. إذا أنا هنا عندي فلاشة عليها 14 جيجا. أضغط على ستارت. هنا سوف يقول لي أن سوف يتم مسح جميع بيانات الفلاشة لكي يقوم بانستال الجيلبريك، لكي يقوم بتثبيت الجيلبريك في الفلاشة. أعتقد أنني شرحت الجيلبريك قبل في الكثير من الفيديوهات. عندما تقوم بتمرير الجيلبريك للفلاشة فمباشرة تقوم بالإقلاع من تقوم بإطفاء الكمبيوتر أول شيء، وتقوم بالإقلاع من الفلاشة مباشرة لكي يشتغل معك الجيلبريك. إذا الآن ننتظر حتى يمرر الجيلبريك للفلاشة. هنا 100%. إذن الآن الخطوة الثانية وهو أن أطفئ الكمبيوتر. كما ترون هنا أقوم بإطفاء الكمبيوتر وأقلع من الفلاشة لكي يقلع معي أو يشتغل معي الجيلبريك، وأقوم بعمل جيلبريك للآيفون. إذن هنا أغلق البرنامج وأذهب مباشرة لكي أطفئ الكمبيوتر لكي أقلع من الفلاشة مباشرة. إذن أنا لكي لا أطيل عليكم شرح الفيديو الذي سوف يكون في المرة القادمة إن شاء الله، سوف أشرح لكم كيف تقومون بعمل جيلبريك وكيف تقومون بتشغيل الشبكة على برنامج سيم لوك. إذن ألقاكم في فيديو الجديد إن شاء الله. أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك معي كما قلت لكم في قناة الاتصالات، وألقاكم في الفيديو القادم. السلام عليكم وإلى اللقاء.